انا دلوقتي بعد ما خلصنا المقدمه بتاعه الاوتوكاد وعرفنا كل حاجه احنا عايزين نعملها ازاي، عايزين نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحل المثال ده. ده مثال بسيط تمام جدا جدا، وعايزين نبدا نحله مع بعض ونشوف القصه بتاعته ماشيه ازاي. انا هنا عندي القاعده دي لوحه قواعد، عندي قاعده عاديه ليها ابعاد، وعندي قاعده مسلحه ليها ابعاد. القاعده العاديه ابعادها 2 متر في 2 متر، دي قاعده مربعه 2 متر في 2 متر. والقاعده المسلحه يا باشمهندس يعني القاعده اللي بص كده عشان تبقى انت فاهم معايا ان انا بتكلم فيه، دي كده اسمها اللي بره دي القاعده الايه؟ العاديه. اللي بره دي العاديه الكبيره اللي هي العاديه، دي هناخدها كام؟ هناخدها 2.2 من 10 في 2.2 من 10. حلو؟ والمسلحه هناخدها 2 متر في 2 متر. واللي مطلوب مني ان انا ارسم المشروع اللي قدامي ده. حلو؟ عايز اتعلم بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، انا الاوتوكاد لسه فاتحه جديد خالص نوبي. حلو؟ هروح رايح اعمل ايه؟ اروح رايح كده دايس على كلمه تمبلت، واختار التمبلت اللي احنا عملناها سوا، اللي احنا سميناها ايه؟ جي 1. اتفتحت التمبلت اللي اسمها ايه هندسه؟ جي 1. عايزين نعمل المشروع من اوله لحد اخره من غير ما يتبقى لي اي حاجه. عايز في الاخر اخلص الحصه دي او اخلص المحاضره دي ابقى خارج بايه؟ بالطباعه، طابع. حلو الكلام؟ طيب واحده واحده كده بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا ايه؟ نشتغل. اول خطوه هبدا اعملها انا طالما شغال في تمبلت يبقى كل حاجتي جاهزه اساسا. فانا هبدا ارسم على طول. اي رسمه في الحياه بتبدا بايه؟ بالاكس. اي رسمه في الحياه هبدا بايه؟ بالاكس. فانا ممكن اروح رايح هنا واجي اجيب، اتفقنا الاكسات بنرسمها بامر اسمه construction line، يبقى اكس ال، وقمت دايس انتر وراسم وقلنا construction line. اروح اشغل على طول معاه مين؟ الارسو. شغلت خط افقي اهو وخط راسي بس يا سيدي، واطلع من الامر. انا راسم خط افقي وخط ايه؟ راسي. واروح على طول، المفروض الاكسات كانت تترسم باللير بتاعت الاكسات، يبقى انا على طول مين الحاجه اللي هتفضل شغاله معايا كل ما اعمل حاجه اروح اعملها؟ الماتش ام اي، واروح دايس ايه؟ انتر. ده بيعمل ايه هندسه؟ بيعمل ماتش. عايز تماتش ايه؟ انا عايز ده الاكس ده يبقى شبه دول اهو، يبقى ده كده بقت شكلهم ايه؟ اكسات. صعبه؟ صعبه العمليه دي. بعد كده انت عملت اكس بس افقي واكس راسي، عايز اكس على بعد 8 و2.5 و2.5 و8 8 و2.5 و2.5 وايه؟ و8. اعملها ازاي دي يا باشمهندس؟ هروح ماسك الاكس ده، ممكن اعمل كوبي، ممكن اعمل اوفست. فانا عايز على ايه؟ اعمل اوفست. قمت دايس كده او وانتر. قلت عايز كام يا هندسه؟ الاوفست ديستانس كام؟ 8. وبعدين بعد ال 8 كان كام؟ 2.5 اهو 2.5. وبعد ال 2.5 تاني كام؟ كام؟ 2.5. وبعد ال 2.5 تاني كان في كام؟ 8. يبقى انا كده رسمت الايه؟ الاكسات دي. صعبه؟ ببص على الاكسات اللي الناحيه الثانيه 8 2.5 و2.5 و8 عادي جدا ولا اي حاجه. هروح ماسك ده واقول له اوفست كام؟ 8. وبعد كده اوفست كام؟ 2.5. وبعد كده 2.5 صح كده؟ وبعد كده في الاخر كام؟ 8. يبقى انا كده هندسه الرسمه بتاعتي كلها هتطلع في انهي حته؟ هي الحته دي. بقيه الخطوط بقى اللي بره دي ليها اي لازمه؟ لا. فبتروح اعمل حركه جميله قوي، تيجي من هنا وركز معايا، هقوم راسم مستطيل حوالين الرسمه بتاعتي. ده مستطيل على قد الرسمه بالظبط، حلو الكلام؟ بس المفروض هيبقى على قد الرسمه بالظبط ولا يخرج براها شويه؟ يعني اديله مثلا براها شويه وليكن خدته 3. تمام؟ قمت واخد المستطيل ده وعامل منه اوفست كام؟ 3. صعبه؟ واروح ماسح اللي جوه ده ملوش لازمه، وامسح كل الخطوط اللي بره دي. الامر اللي بيعمل قص ده اسمه ايه؟ تريم، اختصاره تي ار. واروح دايس ايه؟ انتر. بمجرد ما بدوس انتر واختار اي حاجه يروح هو مسحها بقى اهو. قال له طب ما مسحش، اتعلم الامر تي ار. واروح دايس انتر. يقول لي سيلكت الاوبجكت. ايه سيلكت الاوبجكت ده؟ قصده بسيلكت الاوبجكت مش انت عشان تقطع حاجه لازم يبقى في جزء جوه وجزء بره؟ هو قصده اختار الحد القاطع، اختار الحاجه اللي انت عايز تقطع عليها. مين الحاجه اللي هنقطع عليها؟ المستطيل. فقمت مختار المستطيل، وبعد كده اختار الحاجه اللي انت عايز ايه؟ تقطعها اهو. اخترت دول، اخترت دول، اخترت دول، اخترت
دول، ايه رأي سيادتك؟ رسمة سيادتك بقت 100 100، ده محتاجه في حاجة؟ شكرا، مع الف سلامة. اهو كده انا بقيت ضامن ان الرسمة بتاعتي مظبوطة زي الفل، ما فيهاش اي مشاكل. صعبة؟ صعبة. تاني الامر بتاع الترم، تاني الامر بتاع مين؟ الترم تي ار. حلو، اول ما تيجي تعمل امر ترم بتدوس انتر وبعدين دوس انتر تاني، يبقى امر ترم يبقى دوس بعديه كام؟ انتر، انتر وبعدين انتر تاني، تي ار وبدوس انتر عشان يدخلني جوه الامر، وبدوس انتر تاني كاني بعمل سيلكت اول، يعني اي حاجه تقطع اي حاجه. اتفقنا؟ وبعد كده عايز اقطع ده قمت دايس عليه، عايز اقطع ده دايس عليه، عايز اختار بالويندو بتاع السيلكت ماشي. وفي امر اسرع من الترم شويه اسمه اي اكس ترم، ومالوش اختصار، يكتبوا كله على بعضه كده. اي اكس ايه؟ ترم. ده بيعمل ايه؟ ده بيسالك سؤال معين، ايه الحد القاطع بتاعي؟ هقول له الحد القاطع بتاعي اللي هو مين؟ المستطيل. لو دوست بره المستطيل كده بص هيعمل ايه؟ مسح كل الحاجات اللي بره في خطوه واحده. تاني تاني تاني، امر اسمه ايه؟ اي اكس ترم، واختار المستطيل. لو دوست بره، لو دوست بره هنا كده بره المستطيل هيقطع كل الحاجات اللي ايه؟ اللي بره اهو. اتفقنا؟ اتفقنا؟ حلو قوي الكلام ده. كده المستطيل ده ليه اي لازمه؟ يبقى انا كده الحمد لله اتعلمنا مع بعض نعمل ايه؟ المحاور. صعبه؟ خش لي على الخطوه الثانيه. يبقى انا كده اول حاجه عرفت ارسم مين؟ الاكس. يبقى دي كده الخطوه رقم واحد او الفيديو رقم واحد ان انا قدرت ارسم مين؟ الاكس. طيب خطوه رقم اثنين، لازم قبل ما ابدا اشتغل لازم الاكسات دي يحصل فيها ايه؟ ارقمها ترقيم 1 2 3 4 والناحيه الثانيه ا ب ج د او 1 2 3 و اي بي سي، صح ولا مش صح؟ طب ارقم ازاي؟ بالراحه بقى دي عشان دي مهمه جدا بقى. انت عايز ترقم، فانا اروح رايح كده راسم دايره زي ما الناس بتعمل اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، وراسم دايره كده. حلو الكلام. دي الدايره اللي هيتكتب فيها ايه؟ كتب فيها الرقم، واقوم واخد الدايره دي وظابطها على اول الخط من فوق كده. خلاص كده هندسه اهو، خدت الدايره دي وعملت لها ايه؟ موف، ومن هنا وحطيتها فين؟ هنا. مش كده تمام؟ الدايره دي موجوده اهي، باقي لك ايه؟ عايز اكتب رقم واحد، اكتب واحد مثلا جوه الدايره دي. هكتبه ازاي؟ قال لك عشان تكتب واحد تبقى تدوس ام تي، ام تي ده اللي هو ايه؟ اختصار لكلمه ايه؟ مالتي تكست. هو التكست نوعين، في حاجه اسمها سنجل تكست واختصاره تي، وفي المالتي تكست واختصاره ام تي. ام تي بيقول لك فين الحته اللي عايز تكتب فيها؟ حدد لي المكان يعني. فقمت انا جاي هنا كده ومحدد له المكان. خلاص كده هندسه، هيعنيك بس سيكه وبعدين يفتح لك المكان اللي انت هتكتب ايه؟ هتكتب فيه. انا عايز اكتب كام؟ واحد. وقمت دايس ايه؟ اوكي. ايه بقى الهبل ده؟ الواحد طالع صغير قوي، اروح اعمل فيه ايه؟ امسك الواحد ده واروح دايس ايه؟ سكيل، واروح ماسكه كده اس بس او اس سي تمام، واروح ماسكه كده، وبعد كده اروح ماسك التكست بتاعي اهو تمام، واعمل له موف واجيبه في الحته اللي انا ايه اللي انا عايز اهو، احطه فين يا هندسه؟ في السنتر بتاع الدايره. كده يبقى انا كده كتبت اول واحد. تاني ايه بالظبط؟ انهي حته؟ اللي هي الحته بتاعت المالتي تكست ام تي، واروح دايس انتر. وبعد كده بيقول لك افتح مستطيل في المكان اللي انت عايز تكتب فيه، فتحت مستطيل هنا وقمت كاتب فيه رقم واحد. كاتب فيه رقم كام؟ واحد. انت شايفه صغير، شايف العلامه دي اللي مكتوب عليها 2 من 10 دي؟ تمام؟ كبرها شويه، بدل ما هي 2 من 10 ممكن تخليها مثلا كام؟ 6 من 10، واكتب ايه؟ 6 من 10، وتعالى هنا اكتب ايه؟ 1. مش لازم من بره، طب ما انا من جوه اهو، يعني مش لازم اكتب الرقم وبعدين اكبره، عايزه بولد، اعمله يا عم بولد اهو، بس اعلم عليه الاول كده وبعدين ابقى اعمله ايه؟ بولد. عايزه ايتاليك اللي هي يبقى مايل، عايزه اندر، ده شبه مين ده يا معلم؟ ده شبه الورد. انت شغال كانك شغال في الوورد عادي، فتح لك قائمه شبه الوورد، اعمل فيها اللي انت ايه؟ عايزه. صعبه؟ صعبه؟ طيب اروح قايل اوكي، وانا كده كتبت رقم كام؟ واحد. ركز بقى بالله عليك معايا، ركز بالله عليك معايا، هتقوم واخد رقم واحد ده كده بالدايره بتاعته بكل حاجته، وتروح واخده ايه؟ كوبي، وتروح جاي هنا وتحطه هنا، وتحطه هنا،
تحطه هنا، تحطه هنا. صعبه صعبه القصه دي. ده واحد، يبقى اللي بعده اتنين، اللي بعده تلاته، اللي بعده اربعه، اللي بعده خمسه. كل اللي هتعمله تقف هنا تضغط على دي، وبدل ما هي واحد تبقى اتنين، وتروح دايس لي اوكي، تضغط على اللي بعدها تلاته، اللي بعدها اربعه. طب افرض، ركز بقى معايا في حته، افرض كانوا 50، اقعد بقى 50 سنه كده، نقعد كتير جدا نقعد نعمل فيهم. حلو الكلام؟ في امر في الاوتوكاد بيرقمهم لوحده جوه الاوتوكاد من غير ما نضيف حاجه من بره. حلو؟ هي الاوامر، يا اما الاوامر جوه الاوتوكاد يا اما الاوامر هنضيفها من بره. حلو الكلام؟ طيب ايه الامر اللي في الاوتوكاد اللي بيرقم يعمل ترقيم 1 2 3 4؟ اسمه كاونت. كاونت يعني ايه؟ يعد. فتي كاونت يعني امر العد. تي سي اللي هو اسمه ايه؟ تي ايه؟ تي كاونت اهو تحت خالص، تي كاونت اهو. حلو الكلام؟ ركز ده واحده واحده. اول ما بيقول لي تي كاونت بيقول لي سيلكت الاوبجكت، قصده ايه بالاوبجكت؟ الارقام. فتروح جاي هنا كده ومختار مين؟ الارقام، واروح دايس انتر. يسالك سؤال، انت هترقم في اتجاه اكس ولا في اتجاه واي؟ دول في اتجاه مين؟ اكس. بعد كده بيقول لك انا هبدا اعد برقم واحد، ومقدار الزياده واحد. هبدا اعد برقم كام؟ واحد. واحد شرطه واحد اللي هو كاتبها دي، يعني انا هبدا اعد برقم واحد ومقدار الزياده واحد، ورحت دايس له انتر. يجي هنا يسالك شويه اسئله، قول له بس ايه اوفر رايت. يعني ايه اوفر رايت؟ هما في كذا اختيار. حلو، مالناش دعوه بالاختيارات دي كلها، تمام. احنا هنختار اوفر رايت. يعني ايه اوفر رايت؟ شيل الرقم اللي موجود ده وحط مكانه الرقم ايه الجديد. بص كده اول ما اعمل اوفر رايت، لو دول كانوا 50000 رقم هيرقمهم. تاني يا باشمهندس معلش عشان انا ايه سرحت اهو، عشان اكرر لك القصه هروح واخد لك دي كوبي. بص كده معايا عشان اتعلم. بص هندسه اهو 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 اهو، شويه ارقام حلوين اهم. عندي مشروع فيه المحاور دي كلها، عايز ارقمهم. صح الكلام؟ من واحد لحد اخر واحد فيهم اللي انا مش عارف هو كام. الامر اسمه تي كاونت، وادوس انتر. سيلكت الاوبجكت، قصده ايه على الاوبجكت؟ ارقام. صح الكلام؟ اقوم جاي مختار الارقام وادوس انتر. الارقام دي في اكس ولا في واي؟ في اكس. اختار له اكس، ابدا عد برقم واحد ومقدار الزياده واحد، ادوس انتر. اوفر رايت يعني شيل الارقام القديمه دي وحط لي الارقام. رتب من واحد لحد. صعبه صعبه تمام. تلعب بره يعني قصدك؟ يعني الرقم كبر يعني خلاص بقى، هتتعب نفسك انت شويه وتروح واخد ده كده وتروح زقه يعني، خش دخله جوه يعني. خلاص، في حد كده عنده اي مشاكل؟ نعم. اسمه تي كاونت يعني ارقام. حلو الكلام، اسمه تي كاونت يعني ارقام. فبلاش ذكاء تقول لي بقى ايه اصل في واحد بقى ابن حلال راح قايلها لي دي في مره، قال لي بص هندسه ده احنا ممكن اعملها، خليك يعمل. هتعمل ايه؟ قال لي اكتب ان هو يبدا برقم ايه ومقدار الزياده بي. طب يعني بالله عليك، هو مفيش حاجه اسمها كده؟ ده هو يعني ما تستغباش عليه عشان هو ما يستغباش عليك. فهو مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها ايه ومقدار الزياده بي، او اكتب واحد ومقدار الزياده ايه. هو ده تي كاونت، ده ارقام حروف هتكتبها بايدك بقى، او تتعلم هتعملها ازاي كمان شويه. خلاص، انت فهمت دي؟ فهمنا دي؟ صعبه؟ حلو، نخش على الخطوه اللي بعد كده. نخش على الخطوه اللي ايه؟ اللي بعد كده. هاخد الخطوه اللي بعد كده، احنا قلنا خلاص بقى هنعمل ايه؟ يا جدعان في ايه؟ هتتعبوا ولا ايه؟ هاخد بقى الارقام دي كلها كده هندسه، واروح اعمل فيها ايه الاول؟ قبل ما تعمل كوبي اروح اعمل الاول امتش. امتش منين؟ من الرقم اللي هو ده، واروح مودي لفين؟ لدول. خلاص كده هندسه، عشان ابقى ايه ضامن ان القصه بتاعتي ايه قد ده. بس انا كده بوظت حاجه اللي هو مين؟ الاسكيل. يبقى تمتش في الاول وبعد كده تبقى تعمل القصه دي، لان انت كده هتضطر ان انت تمسك ده كده وتروح عامل له ايه اسكيل وتكبره ايه، اضربه في 10 مثلا فيطلع كبير كده، تمام. او كنترول زد خليه نضربه في كام سكيل، تمام، ونضربه في 5 6 يعني. واروح واخد الرقم عامل فيه ايه هندسه، وبعد كده اعمل ايه هندسه؟ نفس بقى الايه، نفس الخطوات بتاعتي اللي انا ايه اتفقت عليك، اتفقت
معاك عليها، صح كده؟ يعني امسح دي كمان واخد الواحد ده هاخده كوبي واروح حاطه فين؟ هنا وهنا وهنا وايه؟ وهنا. وبعدين اعمل امر اسمه تي كاونت واختارهم وادوس انتر واقول له في اكس واقول له اوكي والرايت 100 100. تمام؟ حسيت ان الثلاثه خارجه بره شويه تروح ماسكها تعمل بيها ايه؟ اظبطها كده. خلاص هندسه؟ واخد الكلام ده كده، الخمسه كمان برضو مش مظبوط. اللي انت بقى حاسه او اللي انت عايز تحنتف فيها اقعد حنتف فيه براحتك بقى. انا قلت لك على الايه؟ على القسم. واقوم واخد انا الحته دي كده كلها واروح واخدها ايه؟ كوبي واروح واخدها من فوق من هنا، بص كده من هنا اهو. ليه؟ عشان احطها تحت هنا. صح الكلام؟ كده عملنا ايه هندسه؟ محاورنا صعبه؟ في حد عنده اي مشكله في المحاور؟ طيب يبقى انا عملت المحاور وعملت الترقيم، عايز اعمل الترقيم اللي الناحيه الثانيه، للاسف الترقيم الناحيه الثانيه مش ارقام هو حروف. الترقيم الناحيه الثانيه مش ارقام هو حروف، والحروف ما فيهاش تي كاونت، هتضطر تعملها بايدك. طب في حاجه تسرع الشغل؟ بص في حاجات بتسرع الشغل، في حاجات بتسرع الشغل، منهم الحاجه اللي احنا هنضيفها دي. هنا كده القايمه اللي فوق دي اخر حاجه فيها اسمها ايه؟ اكسبريس. احنا هنضيف قايمه جديده خالص للبرنامج، هنضيف ايه هندسه؟ قايمه جديده خالص للبرنامج، والقايمه دي هيبقى هدفها ايه؟ هيبقى هدفها انها تزود شويه اوامر مش موجوده في البرنامج. القايمه دي اسمها بايزيد، واللينك بتاع التحميل بتاعها موجود معاك في المحاضره بتاعت النهارده. حلو؟ تعال نشوف هنعملها ازاي. هقفل اوتوكاد اسمها بايزيد وهفتحها لك دلوقتي. هقفل الاوتوكاد، بيقول لي يس، اقول له اه خلاص يس، احفظ لي القصه دي. فين احفظها؟ في الحصه بتاعت النهارده. فين الحصه بتاعت النهارده؟ كونكريت ديزاين دبلومه. اهو خلاص قفل هو برنامج الاوتوكاد. هتروح رايح فاتح الحصه بتاعت النهارده. ادي دي، لا مش دي، هي دي ولا مش هي؟ هي على الديسك توب بره. فين كونكريت ديزاين دبلومه اوتوكاد؟ اهي ماشي، انا حافظها في واحد. هتلاقي حاجه اسمها ايه تحت هنا؟ بازي. كل اللي عليك تعمله دبل كليك عليها. تمام؟ وكالعاده يعني احنا بنعمل لما بنيجي نسطب اي برنامج بص ما تقراش حاجه، هو بيديك حبه تعليمات مهمه جدا فاحنا ما بنقراش. نيكست كيس نيكست لحد الاخر، روح مخلص وقافل ويبقى كده سطبت. صعبه؟ صعبه؟ طيب فينش. يبقى انا كده ايه؟ 100 100. ماشي يا عم الحاج، شكرا. اروح انا فاتح بقى مين؟ برنامج الاوتوكاد تاني. المفروض ان انا الاقي القائمه بتاعتي مالها؟ موجوده. لقيتها موجوده يبقى كتر خير الدنيا، ما لقيتهاش موجوده هنشوف لها صرفه بقى ننظرها بيه. بس ان شاء الله المفروض تبقى ايه؟ باذن الله تبقى موجود. ادي المشروع اللي هو واحد اللي احنا كنا شغالين عليه اهو، فتحته تمام؟ زي ما انت شايف مش موجود. تمام؟ بايظ ايه بقى؟ واحنا كل حاجه بايظ ليها صرفه يعني. حلو الكلام؟ هو انت لو اوتوكاد 2017 هتلاقيها اتضافت على طول، لكن هي مش ما اتضافتش. طب اعمل ايه؟ اعمل عايز اضيفها. تمام؟ هروح كاتب كده منيو لود. منيو ايه؟ لود. واروح داخل على كلمة براوز اللي تحت دي. داخل على كلمة مين؟ براوز اللي تحت دي. حلو. واروح داخل هنا كده في السي هلاقيها. فين أي حاجة بنحملها بتبقى موجودة فين؟ في السي. فأنت لو دخلت هنا كده في السي، أيوه أهي. شايف البتاعة دي؟ تروح قايل له إيه يا هندسة؟ أوب. تروح قايل له إيه يا هندسة؟ لود. أول ما تدوس له لود هتلاقيها ظهرت فوق على طول. صعبة؟ صعبة؟ تمام؟ ظهرت هي هتظهر، هتعمل ايه تاني؟ تروح قايل له كلوز، تمام؟ هيروح جايب لك البتاعة دي. البتاعة دي بقى ده للأسف مشكلة في الأوتوكاد 2020 يعني، لكن هي على الأوتوكاد القديم بتضاف عادي، تمام؟ البتاعة دي هتفضل تدوس أولويز لود كده عشان هو كده بيحمل الأوامر كلها، ولكن الكلام ده هتعمله كل مرة ولا هي مرة واحدة؟ هي مرة واحدة في حياتك ومش هتعملها تاني. تقعد بقى تدوس كده، استنى نوقف الفيديو عشان ما كده تمام. القايمه بتاعت بايزيد يا باشمهندس بقت ظاهره عندي فوق هنا. تمام؟ يبقى انا كان اخر قايمه عندي اسمها اكسبريس، ظهرت عندي قايمه اسمها بايزيد، انا بسطبها من بره، اتضافت خير وبركه، ما اتضافتش. عملت انا ايه يا باشمهندس؟ دخلت على امر اسمه منيو لود وعملت لها لود جوه البرنامج. صعبه؟ صعبه؟ تمام. صعبه دي انت بتهز راسك اه ولا لا؟ ماشي تمام. طيب القايمه دي هتساعدني في ايه بقى؟ القائمة دي هتساعدني في ايه؟ هتساعدني في حاجات كتير قوي، هتساعدني في الحصر لما نيجي نشتغل حصر ان شاء الله مع بعض، هتساعدني في القصة بتاعة
الترقيم هتساعدني في شويه اوامر في الاوتوكاد. انا دلوقتي اللي انا محتاجه ان انا عايز ارقم، بس ارقم ايه؟ المحاور، صح؟ هروح انا جاي كده من قائمه بايزيد، حلو الكلام، واروح رايح على تكست، اول واحده اسمها اوتوماتيك ايه؟ اوتوماتيك نمبر، خلاص. اول واحده اسمها ايه؟ اوتوماتيك نمبر. فهو بيقول لك انت دلوقتي هتبدا بحرف ايه؟ هقول له ابدا لي بحرف الايه، ومقدار الزياده كام؟ اقول له مقدار الزياده 1. يبقى انا هنا بكتب انت عايز تكتب حرف ولا رقم، فانا كتبت ايه؟ حرف. ومقدار الزياده ما اتفقنا بقى ان هو مقدار الزياده مش بي، مقدار الزياده يبقى كام؟ 1. بس كده هندسه، بس كده هندسه. خلينا اوريك ايه اللي هيحصل يعني لما بنعمل كده. بص، مجرد ما بتقول له اوكي، لو جيت هنا واخد بالك، رقم بقى ان شاء الله يكون عندك 50,000 واحده، تمام؟ هتقول لي طب ما انا بعد ما اعملها هحتاج احط دايره. ما انت رخم بقى، ما انت رخم، صح؟ هتروح داخل على عمك ايه؟ بايزيد ده تاني، وتروح قايل له التكست واوتوماتيك نمبر. شايف هنا كده الايقونه اللي تحت دي بيقول لك انكلوز تكست ويز، تروح معلم عليها. فانت اقول له كده انكلوز تكست ويز ايه؟ سيركل، يعني حط لي الرقم جوه ايه؟ دايره، واقول له ابدا مثلا من الايه؟ واروح قايل له اوكي. وعمره ما هيخرج بره الايه؟ عمره ما هيخرج بره الدايره، ترقم المحاور بتاعتك ايه؟ على طول من غير اي هندسه، من غير اي مشاكل. صعبه؟ صعبه؟ يبقى ده بيشتغل حروف وبيشتغل ارقام، عايزه ارقام يبقى انت هتخش على مين؟ هروح داخل كده على تكست اوتوماتيك نمبر، واروح قايل له لو سمحت خلي ده رقم 1 وابدا عد عادي. طب انا هندسه دلوقتي هو بيكتب ايه؟ عربي ولا انجليزي؟ انجليزي. انجليزي هو بيكتب انجليزي اهو. يا عم هو مصحف انجليزي، حلو. ده بايزيد دلوقتي بيكتب انجليزي. طيب انا عايز يكتب عربي، عايز يكتب ايه؟ عربي. كل اللي هتعمله هتروح داخل على بايزيد، قول له التكست، قول له اوتوماتيك نمبر، وبعد كده هتيجي هنا كده هندسه، دي التكست لاير، انت عايز اللاير بتاعتك تبقى ايه؟ فتروح تختار اللاير اللي انت شغال بيها في التكست، انا مش فاكر هي اسمها ايه، نبقى نجيبها من بره ونجيبها. تكست ستايل، دي التكست ستايل كلها، فانت تختار واحده منهم اللي هي مين؟ العربي، وليكن دي مثلا دي. وده التكست هايت اللي هو المقاس بتاع الحرف، فانا ممكن اكتب له ايه؟ وليكن 8 من 10، واقول له ابدا عد برقم 1، واروح قايل له اوكي. ها؟ يعني الهري اللي احنا قعدنا نعمله هنا ده كان ممكن يتعمل فيه ايه يا باشمهندس؟ بص، ها، ومهما الكم يعني مهما الرقم كبر، بص بص الرقم دايما في السنتر ازاي. يبقى الحكايه دي حلوه ولا وحشه؟ 100 100، صح ولا مش صح؟ يبقى اصلا القائمه بتاعه بايزيد دي تقدر ترقم بيها باشمهندس حروف وارقام وكل حاجه. صعبه؟ صعبه يا باشمهندسين؟ في حد عنده اي مشكله كده في القصه بتاعه الترقيم، عربي او انجليزي؟ نعم، فورمات، فورمات، ما انا اهو فورمات تكست ستايل، تمام هندسه؟ دي كل التكست ستايل اللي عندك، قلب فيهم بقى كده. اه ليبل ده واضح ان هو ايه؟ عربي. خلاص كده، يبقى انت لما تروح هناك تختار اللي هو مين؟ الليبل. طب اعرف اللاير منين؟ عادي هندسه، فهمنا فايده البتاعه دي بالله عليك ولا لا؟ لو دوست كده عرفت اللاير اسمها ايه؟ تكست 101. يبقى هي التظبيطات اللي انا هظبطها في بايزيد ان انا اكتب له ايه؟ تكست 101، واختار اللاير اللي اسمها ايه؟ ليبل. يبقى انا على طول كده بايزيد تكست اوتوماتيك نمبر، وقمت جاي من هنا التكست اسمها ايه؟ تكست، اهي تكست 101، تمام. والستايل اللي اسمه ليبل، حلو الكلام. وهبدا اعد مثلا بالحرف اللي هو الف. فين الف بقى؟ هنا الف، واروح قايل له اوكي. ما هو الالف قدام الاتش، حلو. هو عنده بقى مشكله مع العربي. ايه بقى المشكله بتاعته مع العربي؟ ان هو الحروف تمام مش حافظ ترتيبها زينا، يعني الف ه ت نون، فاهمني؟ لكن الحروف الانجليش شغال فيها كويس، والارقام الانجليش شغال فيها كويس. الحروف العربي دي مش هتعرف تتصرف فيها للاسف. خلاص كده؟
انت براحتك بقى، من هو التكست هايت اللي احنا ظبطناه ده ظبطه بقى زي ما انت عايز. في حد كده عنده اي مشاكل؟ في حد عنده اي مشاكل؟ او ما انا بقى ايه، اصلا في حل اسهل من اللي انا قلته ده كله، ان انا اخد دي، ما هو اصلا ما يملوحه من اللي جنبي موجوده يعني، بدل الهري ده كله، وتروح واخدها كده زي الشاطر وتحطها فين، وتحطها هنا، طلعت صغيره تروح عامل فيها ايه على طول. نعم انا اخدهم كلهم، بس تبقاش طماع كده. حلو كده، حلو. وتروح عامل لها هندسه موف من هنا، تجيبها تحطها هنا، وبعد كده هندسه تاخد ده، تروح واخده ايه كوبي، وتروح حاطه بقى ايه الف ب ت، مش عارف حرف الايه بعد كده، خلاص. وتغيرهم، او بالمره لو انت حابب كنت تاخدهم كلهم مره واحده على بعض من هنا، خدهم كلهم مره واحده على بعض، يبقى الف وبعد الالف ايه ب. تمام، اشتري لاب كويس بقى، اشتري لاب غالي ما بيهنكش، بيهنك اول مره بس، بيهنك فعلا مره كويس، مره اول مره، اول ما تدوس عليه كده اول مره بيهنك، بعد كده مش هيهنك ان شاء الله. ا ب ت س ج، ماشي خلاص. والحروف بتاعتي لو هي مش مظبوطه عرفنا نظبطها ازاي، احرك الحرف ده احطه هنا، تمام، واحرك الحرف ده احطه هنا، تمام، والحرف ده صعبة؟ في حاجة في اللي أنا عملتها صعبة؟ بعد كده هاخد الكلام ده إيه هندسة؟ كوبي، وأقول له هات كوبي من هنا كده، من فوق ليه بقى؟ خلاص كده؟ كده إحنا خلصنا وعملنا مين هندسة؟ خلصنا وعملنا مين؟ الأكسنت. صعبة؟ في حد عنده أي مشاكل؟ في حد عنده أي حاجة مش فاهمها في اللي إحنا قلناه ده؟ هنوقف الفيديو ده على كده، واحنا كده عملنا ايه في المشروع اللي احنا بنعملناه؟ عملنا الاكس، تمام، وعملنا ايه الترقيم، ابدع. ويمكن دي اصعب حاجه اصلا في الموضوع، بقيه الموضوع كله شايف خلاص ازاي. في حد عنده مشاكل؟